السلام عليكم احبابي في الله متابعين القناة، معاكم اخوكم ابو عدي من قناة عصر المحمول. اليوم ان شاء الله معنا هاتف لافا اللي هو R3 نوت. تمام، الثغرة اللي متاحة معنا ان شاء الله يعني بتدعم او بتصلح للعديد من اجهزة لافا، يعني نقدر نقول 90% من اجهزة لافا بتشتغل عليها الثغرة دي. طبعا ان شاء الله الشرح مفصل ودقيق جدا ومش هنفوت حاجة. مبدئيا يا جماعة، الثغرات بصفة عامة سواء كان لسامسونج او للافا او هواوي او ايا كان بتكون متشابهة لحد كبير جدا. المطلوب مننا بس ازاي نقدر نستغل اكتر من ثغرة اثناء العملية، يكون عندنا حلول لاي مشكلة تواجهنا. يعني حبينا نعمل نمط وما تمتش العملية بنشوف حل تاني، حبينا ندخل حساب جيميل وما زبطش بنشوف حل تالت وهكذا. المهم ان احنا نقدر ندخل للمتصفح بتاع الجهاز او للضبط بتاع الجهاز ونحاول نشوف حل. طبعا اول شيء احنا شبكنا الجهاز على الواي فاي او عملنا ربط مع الواي فاي علشان نبدأ شغل، وزي ما بنقول في كل فيديو ان الواي فاي شيء اساسي في عملنا. بعد اتصال الواي فاي زي ما احنا شايفين طبعا الجهاز مقفل بجيميل وبيطلب مننا ادخال النمط او الجيميل. طبعا ان دي بادرة طيبة ان النمط يظهر لنا، ده معناه ان احنا محتاجين نعمل نمط جديد. تمام، وبالتالي هيكون سهل علينا عملية التجاوز. هنستخدم شريحة اتصال تم حفظ رقم هاتف او اسم على الشريحة المستخدمة، يعني مسجل عليها اسم من الأسماء ومعمول له سيف أو حفظ في الشريحة. أي اسم عشوائي بأي رقم حتى لو وهمي، المهم يكون في اسم مسجل على الشريحة. وكارت ميموري أو ذاكرة هنحمل عليها، أنا دايما بستخدم كارت الميموري، محمل عليها كل البرامج اللي هي الخاصة بالتخطي زي الكويك شورت كات، زي جوجل أكاونت مانجر بإصداراته، زي يعني برامج التخطي اللي هي المعروفة. ان شاء الله هنزل لكم رابط اسفل الفيديو هيكون فيه كل البرامج المستخدمة. نبدأ على بركة الله من معلومات الطوارئ، من الاختيار اقصى اليسار هنختار زي ما احنا شايفين جهة اضافة جهة اتصال، وده الاسم اللي انا مسجله على الشريحة او اعمل له حفظ على شريحة الاتصال. بعد ما اضفنا جهة اتصال زي ما احنا شايفين بنضغط عليها ضغطة بتظهر لنا القائمة فيه. طبعا في تشابه زي ما قلت بين الثغرات، فنركز كويس من الثلاث نقاط اللي على اليسار وهنعمل مشاركة وهنضغط 3 ثواني على ايقونة الجيميل معلومات التطبيق. هنا في شوية خطوات نركز فيهم يا جماعة معلش. الاذونات، السماح بالتثبيت تمام من مصادر غير معروفة. زي ما احنا شايفين لو حبينا نعمل دخول على المتصفح من هنا ما بينفعش معنا عن طريق التعليقات، او هنعمل برضو الاذونات نفعل التخزين نحاول المساعدة والمعلومات تاني علشان ندخل على الانترنت او على المتصفح. زي ما احنا شايفين الثغرة دي غير فعالة واحنا شغالين بنحاول نشوف الثغرات ايه اللي تكون متاحة معنا. تمام، طبعا الاذونات احنا فعلناها، اذونات التخزين واذونات تثبيت التطبيقات. ندخل على اشعارات التطبيق والاجراء داخل التطبيق في الاعدادات من الثلاث نقاط وهنختار المساعدة والتعليقات للمرة الثالثة. زي ما احنا شايفين المرة دي هتفتح معنا قائمة بحث. هنستخدم الطريقة القديمة جدا اللي هي يوز موريس كود او ايا كان اي شيء يدخلنا على اليوتيوب. لو نلاحظ يا جماعة المساعدة والتعليقات ما اشتغلتش معنا في أكتر من مكان، هنا بس اشتغلت معنا. فالثغرات بتحتاج إن احنا نركز فيها لأن بيكون الفروقات بسيطة جدا ما بين نجاح الثغرة وفشلها. طبعا تم فتح اليوتيوب، ما نستعجلش يا جماعة، قلت فيه ملاحظات كتيرة في الفيديو، من أول الفيديو لآخر الفيديو هتلاقي ملاحظات وأشياء هامة جدا من الخصوصية. ودخلنا على المتصفح زي ما احنا شايفين، بكل بساطة هندخل على اد روم، وهنا اختلاف عن باقي الثغرات اللي احنا كنا بنشتغل بيها قبل كده. اد روم بتفتح معنا الموقع، هندخل
منه مباشرة على الضبط زي ما احنا شايفين من تالت اختيار Open Strings فتح الاعدادات. زي ما احنا شايفين هندخل نحاول نعمل نمط او قفل للشاشة. وطبعا الطريقة زي ما احنا شايفين الطريقة دي ان شاء الله اللي احنا هنستخدمها تكون فعالة، لكن احنا بنحاول نجرب زي ما قلت لكم اكتر من ثغرة. تأمين الشاشة زي ما احنا شايفين غير فعال، مش هنقدر نعمل نمط جديد للهاتف، فهنشوف حل تاني. تمام، زي ما احنا شايفين لا بصمة ولا نمط ولا اي شيء، الثغرة دي تم اقفالها. طيب في حل بسيط جدا وسهل جدا واقل من العادي، يعني هنرجع على الضبط وهندخل على التخزين. تمام، زي ما احنا شايفين بطاقة الذاكرة اللي انا كلمتكم عنها في بداية الفيديو اللي فيها برامج فك القفل. طبعا من الذاكرة انا عندي مجموعة برامج كثيرة، لكن احنا هنحتاج منها بس حساب جوجل اكاونت والبرنامج اللي هيدخلنا على تسجيل الدخول على حساب جوجل. طبعا مش هثبت الكويك شورتكات، انا مش محتاجه في حاجة. هندخل بس على ده برنامج التخطي FRB Bypass. طبعا المفروض الاول نعمل حساب او ننزل اداة حساب جوجل، ادارة حساب جوجل قبل تثبيت تطبيق التخطي اللي هو FRB Bypass. ثبتنا حساب جوجل، هنفتح FRB Bypass زي ما احنا شايفين في الحالة دي بعد حساب جوجل كده اشتغل معنا. هنعمل تسجيل الدخول من المتصفح. يا جماعه احنا كده يعتبر تم تجاوز الحمايه، لكن ما نستعجلش، في عده خطوات ما زالت قدامنا في الفيديو. يا ريت ما نستعجلش ونسمع الفيديو كامل. معلش بعتذر عن الاصوات الخارجيه، لان المكان اللي انا فيه زحمه شويه وحبيت بس ان انا انزل فيديو في اسرع وقت. انا برفع الفيديوهات من مكان عملي، يعني مش مكان مخصص للتسجيل او المونتاج. طبعا هنرجع للصفحة الرئيسية اللي هي الواجهة الاولى للهاتف. بعد رجوعنا للقائمة الرئيسية هنكمل الاعدادات بشكل طبيعي ونركز هنا. يا جماعة تمت اضافة الحساب اللي احنا كتبناه بالفعل من الداخل. هنا مش هنعمل تخطي للباترون او اللي هو النمط او النقش، هنعمل نمط وليكن علامة صح. بعد ما عملنا النمط يا جماعة هنكمل اعداداتنا بشكل طبيعي. تمام، وهيجي بعد كده هتواجهنا مشكلة اللي هي اعدادات الهاتف، رسالة خاصة بان احنا مش هنقدر نكمل الاعدادات. كل اللي مطلوب مننا اللي هي لم يتم تسجيل الدخول اعدادات الهاتف. هنرجع للشاشة الرئيسية مرة تانية. كده احنا عملنا النمط واضفنا الحساب بالفعل، كل المطلوب مننا ان احنا نعمل ريستارت، اعادة التشغيل. بعد اعادة التشغيل هنشوف مع بعض ازاي هيمشي الحال. طبعا في خطوة أخيرة يا جماعة ما نستعجلش، أنا دايما بقول كده في الفيديو ما نستعجلش، أنا مش هسيب ثانية في الفيديو ملهاش لازمة، كل الشرح له لازمة وله فايدة. لحد آخر الفيديو هتلاقي أشياء جديدة. طبعا في ناس عندها خبرة تقدر تكمل، هو محتاج بس بداية الثغرة وبعد كده هيكمل بنفسه، لكن في ناس بتحب تاخد التفاصيل. بعد إعادة التشغيل يا جماعة الجهاز بيطلب مننا النمط اللي احنا طبعا عملناه بالفعل. طبعا الجهاز ده فيه مشكلة، لازم ترفعه من على الأرض، مش بيشتغل التاتش بشكل جيد أثناء ما يكون الجهاز بشكل أفقي. طبعا هنكتب النمط بتاعنا الجديد اللي احنا عملناه والجهاز بيكمل ما
بمعنى عملية التشغيل. بعد التشغيل هيطلب النمط من الشاشة الرئيسية، وبذلك نكون فعلا فكينا الجهاز. ولكن باقي خطوة أخيرة، زي ما قلت الجهاز ده النوعية دي من الأجهزة لازم ترفع الجهاز من على الأرض أو من على المكتب علشان التاتش يشتغل بشكل سليم. طبعا هنعمل تخطي وتجاوز لكل الأشياء اللي هتقابلنا أثناء فتح الجهاز. تخطي طبعا الجهاز حاليا كأنه بالفعل مضاف عليه حساب جوجل، يعني بيعمل ويتعامل كأنه مضاف عليه بالفعل حساب جوجل، وهيفتح معنا. كل المطلوب مننا كخطوة أخيرة هندخل على الضبط وندخل على الحسابات ونعمل تسجيل خروج من الحساب، حساب جوجل أو لوج أوت من حساب جوجل، ثم إعادة ضبط المصنع. مرة أخيرة هندخل الباترون أو النمط. بعد إعادة ضبط المصنع يا جماعة مبروك علينا الجهاز. كان معكم أخوكم أبو عدي من قناة عصر المحمول. أتمنى اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ومشاركة للفيديو إن أمكن. منتظركم في التعليقات ولأي طلبات أو استفسارات، وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب.